الجفاف كاين الوقت مزيره ولكن الحمد لله راه بخير بخير الحمد لله والوقت مزيانه والصربات ها هما كتشوفوا كلشي في المحرك انت والدرع ديالك اللي سخر الله البارود راه بخير واللي ما سخروا اليوم يسخروا لها غدا والوقت راه مزيان الحمد لله والله يجيب السلامه للجميع. المهم ديال التبريده هو الانسان يهود من الفوق العود ينزل يمشي بخير وعلى خير موقع والو قبل اي مسابقه كنتعاملوا مع هذا العود يعني لا بالطريقه الماكله ولا بالطريقه الترويض يعني كيفاش تروضوا ولا بالطريقه الدوش ولا يعني جميع المسائل خصك ديرها معاه ولا جميع والتربيه هي اهم حاجه وبالنسبه للعلف يعني تمشي معاه بالتدريج باش ما تضروش يعني تمشي له على حسب تفرق له العلف باش العود ما كينضرش هاد الخمسة اللي هما ربما أحسن الخيول في المغرب دونك تنافسوا بيناتهم والحكام عطاو الرأي ديالهم في يعني في سميتو في التربية في الجمال في بزاف د الحوايج والحمد لله هاد العام تزادوا بعض الحوايج اللي هي لا مانيبيولاسيون يعني كيفاش تتعامل مع الخيل ديال يقدم الجائزة Nous sommes présents à ce stand pour présenter les denrées qui proviennent de la Côte d'Ivoire, à savoir le cacao, le café et des produits artisanaux comme le boubou que je porte, qui est à base de tissus, on va dire, qui proviennent de nos artisans ivoiriens.